اللي هو الغمر كان مهلك للوقت ومهلك لاي وقت. ليه؟ لازم كميه الميه تكون اكثر عشان تسقي الارض اللي هي الغمر زي كده. الري بالتنقيط حاجه ثانيه خالص، بيختلف ده عندي خالص. الري التنقيط بيوفر لك في الخدمه اللي هي الكتكوت والسباخ والحاجات زي كده، بيوفر لك في الكمويات. عايزين نصلح اراضي جديده عشان نواجه الفجوه الغذائيه، فكان لابد من تحديث وتطوير نظم الري عشان نقدر. ده بالنسبة للري الحديث، هو مكلف في تكلفة الخراطيم، الشبكة بالري بالتنقيط. بدل ما بتسقي 5 ساعات بالري بالغمر مثلا أو 3 ساعات أو ساعتين، بتسقي ربع ساعة، ربع ساعة بس بالري بالتنقيط للفدة، أخرك ربع ساعة. ممكن أقل الإنتاج، أعلى، ما يتقارنش ببعضه. إنتاج الري بالتنقيط أعلى بكتير، يضاعف الإنتاج الغمر.